بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب جينو لينكس، معكم عبد المجيب. واليوم راح أتكلم عن printf. printf هو واحدة من الأشياء اللي موجودة بالشل، تمام؟ استعماله زي استعمال الأكو، ما عدا أنه الأكو احنا تكلمنا عن الدرس الماضي هذه تطبع نصوص فقط، بينما printf تطبع نصوص مع تنسيق معين يطلبه المستخدم، تمام؟ هل ممكن استعيض بالإكو عن البرنت اف؟ نعم، ممكن انك ما تستخدم برنت اف اصلا، لكن البرنت اف حلو وتختصر عليك اوقات كثيره، بدل انك تستخدم داله علشان الداله هذه تقوم تحول لك نص الى بشكل معين ثم تقوم تطبعه بالإكو، ممكن بالبرنت اف تسوي بخطبه واحده. خلونا نشوف. اوكي، نفترض عندنا نص وهو نمبر، او بلا صح متغير الرقم هذا هو مثلا مثلا 50 مثلا كم رقم كذا. اوكي، عندنا مثلا تكست اللي هو نص يساوي مثلا letter حرف. اوكي، خلنا نطبع بالاكو ونشوف نمبر وبعدين تكست ونحفظ ونطبق زي ما انت شايف، طالع الرقم ثم طلع بجنبه الذي، وفي اي مشكله؟ ايضا لازم تعرف انه الاكو احنا زي ما تعلمنا بالدرس الماضي انه ممكن بالاكو ننزل ونكتب اكو مره ثانيه ونسوي حفظ ونسوي استعراض ويطلع الارقام تحت بعض، بينما لو نستخدم البرنت اف وهي الخاصيه الجديده اللي انا راح اتكلم عنها، البرنت اف اساسا ما تدعم اول شيء النزول بالسطر، يعني لو تكتب برنت اف تحت بعض مليون مره ما تنزل الا اذا انت قلت له انزلي، تمام؟ فخلونا نجرب. البرنت اف مختلفه، ما نحط علامات تنصيص بالشكل هذا وبعدين نكتب نص معين ويطلع، لا، في حاجه مختلفه. انه الان عندنا مثلا حبينا نعرض رقم this is a number، حلو، أما نقول كذا هنا حاب تعرض الرقم، هنا تحط تخصية الرقم أو تخصيص الرقم، علامة النسبة المئوية هذه مع الحرف المناسب للرقم، كل حرف له تخصيص معين، حطيتكم تحت رابط فيه شرح. الحرف دي يرمز للديسيمال، حلو، اللي هو رقم عشري أعتقد، ما أدري طبعا ضعيف بالرياضيات. نكتب هنا تكست، راح يقوم يأخذ التكست من المنطقة هذه ويرميه هنا بالترتيب، هو يمشي بالطريقة هذه. خلونا نعرض ونشوف. أول حاجة بدي نستكشفها إنه في خربطة صارت زي ما انتم شايفين، ليش؟ لانه قال لك انه التكست انفاليد نمبر، لانه هنا حطيت تكست بينما هو اساسا ما يتعامل الا مع الارقام الدي هذا. لذلك الان لو جينا حطينا نمبر هنا متغير اللي هو نمبر كرقم، سوينا حفظ سوينا طباعه، الان لاحظ اللخبطه الجديده انه ما زال النص متشابك هنا، مما يعني اننا نحتاج الى خاصيه اضافيه برضه موجوده، خاصيه هذه وهي الباك سلاش مع حرف الان، يعني انزل سطر. حلو، الان نجي نقول بالشكل هذا، راح تلاحظ انه قال لك this is a number وعطاك رقم 50. طيب ليش قال 50 ما اعطاني رقم كامل؟ مثل ما قلت لكم انها تختلف خاصيه البرنت اف عن الايكو، الايكو بس يطبع، هذا هنا قال لك رقم عشري. اوكي، هل هذا يعني اننا لو غيرنا الفاصله بيصير شيء؟ انا ما ادري، تمام، ما صار شيء. الفاصله طبعا تختلف بالارقام الانجليزيه العربيه، لكن ما علينا. لو عندنا متغير ثاني اللي هو تكست حبينا نضيفه هنا، طبعا انا ما زلت بنفس السطر ترى، تمام، اضفنا تكست بالشكل هذا وسوينا حفظ وسوينا طباعه، ما له اي اثر التكست. والسبب لانه انا ما حطيت مكان للتكست الى الان، لاحظ انه حتى طلع صفر عندنا هنا. اوكي، خلونا نجي نقول الان هذه نشيله ونحط string اللي هي علامه المئويه مع الاس، ثم نجي نحط باك سلاش ان نحفظ ونسوي تشغيل، تمام. الان لاحظ انه قال لك 50 ولتر. اوكي، برنت اف طويل الموضوع، بصراحه انا ما احبه ولا استخدمه، حتى هي موجوده بالبي اتش بي، بالبي اتش بي اكثر عمليه من هنا، لان بالبي اتش بي ممكن ادخل اتش تي ام ال داخل هذا وسهل عليه التنسيق. الى هنا انتهى موضوعنا ودرس اليوم، اتمنى انكم استفدتوا. اليوم سجلت 3 دروس ورا بعض، يعني الموضوع شويه، تمام. لا تنسوا دعواتكم واشوفكم ان شاء الله بالدرس الجاي.